sul piano. ما يدري حاليا اوكرانيا شو قال لك البيت الابيض الرئيس بايدن ناقش مع رئيس الاوكرانيا هربش انساني اوكرانيا وتعامل مع الكونغرس لتوفير المزيد من التمويل. قال لك الدراري اوكرانيا عاوتاني عاودوا تجمعوا كيجمعوا لها باش يعطيوها باش تكون مع الحرب. انتم شوف واحد خونا في كومودير كتب ليهم فلسطين الفلسطيني والرجال تما الفلسطيني تقرب الفلسطيني تقرب الهضره صاحب السعادة للفتن جميع انا ارض ان يتحدث عن العلم. يقال ان الملك ذو القرنين من اليمن والله اعلم. المهم ينونون عليهم من قبل حوتي ومحتواه وانا ايضا اصل يماني. تكل واحد وعلام وش دابا كاينين الناس داخلين اللايف ديال الجزيره وكيكتبوا كيكومونتي تصوروا يلا وين من؟ شوف واش اخبارك اخويا؟ والله الا حنا اخويا ما بقى لي والو اخويا انا واحد الشيء اخويا ياك بقى لك والو غير شي بقى لي والو شي واش هاد بركتيش ماشي سيمانه؟ لا لا كثر ما كمل جوج سيمانات مزيان اخويا مزيان تما الدنيا زوينه اخويا البرد مهم بمشي زوين بالنسبة للسياحة ناضية لا بالنسبة للسياحة ناضية زعما كنصح الناس اللي باغيين زعما يمشيو لها يزعمو زعما فيها ما يدار فيها ما يتشاف فيها في تسركل كاين شي شركات تما ديال التجميل والله ما نكذب عليك راه موجود داكشي هنا صافي راه داكشي لا قلت لك كاين شي شركات ديال التجميل مافيا فهمتي شنو بغيت نقول لك مافيا كيدخلوا بنادم تم هذوك الناس ماشي اللي كيجيو يديروا لهم اشهار كاين الناس اللي كيجيو من طرف دوك الناس كيدخلوهم لتحت باش يديروا البياص وكيصوروهم عريانين ملي كيديروا لهم هذاك القبص ولا ما عرفت شنو هو داك الشيء يقولوا لي ملي كيبنجوهم من وراها كيبداو يهدوا فيهم يقولوا لهم تصيفطوا لنا كذا كذا ولا هاد الفيديوهات غادي نتلاحوا اقسم بالله العظيم هادي قال لي الدري صاحبي خويا نكذب عليك والله ما عرفتش والله الله يستر خويا انا كاينين المافيا تفضل كاينين بزاف تا واحد الدري صاحبي انا كان كيلعب تما كان كيلعب معايا في الراشد ومشى تما يدوز تيس مع واحد الفرقه في تركيا واحد خونا مع المافيا صاحبي هرسو من صبعو ديال اليد تصور معايا شد لي صبعو ديال اليد وهو يهرسو لي كانوا غير خطفوا وجه والله الدراري متريني كان كيلعب الجوج هرب ثلاث ليام مشيت ديك النهار انا صاحبي مشيت للصاكا ناخذ الكارو والله ما نكذب عليك اخويا الياس والله عطاني شي كسيده لك دبشا مشيت للصاكا يلا خديت الكارو خارج الصاط ما قالوا لي واحد جوج كيتناقلوا ما كنسمع الغوات كدا خرجت من الصاكا ويقول لي واحد خونا عطر واحد خونا واحد كروشي والله ما نكذب عليك تا لا قواح تجبرت فردي يلا والله تجبرت فردي بالله العلي العظيم ودي اخويا الياس كيبالك بدو كيجري صراحه انا بدل ما نكش صعيب تركيا صعيب ما كيضحكوش الصاط ما كاينش ديك الضحك معاه ولا كدا فمشيني جبت فردي مع ساهل كاين هذا البلان راه كاين تما قبائح الناس راه بنادم راه ما عارفينش تركيا راه دابا حاضرين تركيا اخباركم بان الحاجة انا متابع البلان ديال الحرب بوتين من يبغي يدخل في الحرب مع اوكرانيا صيفط
صيفط واحد البلد اللي كنقولوا حنا برقية صيفط لأردوغان وقال لي خليك بعيد، كيخاف من أردوغان، كيخاف منه ديال بالصحراء، حيت بزاف الناس ما عارفينش هاد البلاد، حيت تركيا معاها الحياة، إلا دخلت في شي حرب كيدخلوا معاها الحياة، حيت تركيا كتعتبر دولة مسلمة وعزيزة على دوك الحياة ديال أفغانستان، ودوك ديال الغرب كيخافوا من الحياة، حيت معاها الدار معاها الحياة. غتصيفط لي صاروخ بمليار غتضربو مثلا غتضرب لي جبل، شنو تصور من عنده؟ ما عندك ما تصور من عنده، ما عنده ما يخسر اصاحبي، المقودين تركيا والله حاصل. طرف افغانستان وقال البارح الجمعه، البارح شي واحد البارح شي جامع في صاله الجمعه في افغانستان في قورك، ترى يوميا افغانستان قلت لك راه ما كاين بوك شتت القلاوه، راه يوميا قلت لك ما كاين التشتات، كاين الحرب. الله يسر اخويا الله يسر. هذا السؤال عندي برا هو علاش سميتو، علاش ما كانوش كيتعاطفوا شحال هادي مع فلسطين كدا، ودابا اوكرانيا كلشي كيبكي ناري اوكرانيا، زعما هاد السؤال كيبقى يدور ليا في دماغي. خا ايليا زعما لك عندك شي حاجة تصح ليا هاد الفكرة، ولا انت زعما معايا في نفس الفكرة؟ دابا امريكا راه كتقفقف من سوريا، من روسيا، حيت روسيا عندها واحد الصاروخ مسميه بوتين صاروخ يوم القيامه. هاد الصاروخ يوم القيامه كيعبر القاره كامله، العالم كامل كيعبروا في ساعات قليله. الخبراء اللي كيحلوا هادشي، انا ما كنا انا كنقول لكم هذاك الشيء اللي كاين اللي كيدير في البارابول اللي كيدير في الجزيره كنجي كنقولوا لكم. هاد صاروخ يوم القيامة الدراري من كيعبر القارة كاملة في ساعات قليلة، ما قالوش بالضبط فاش، ولكن هي ثلاثة سوايع يا جوج سوايع، المهم ساعات قليلة. ملي كيطلع الفوق كيعاود يتفرزك سيمونز، كيخرجوا منو 10 صوار أخرين يا سيدي، 10 صوار أخرين كيخرجوا منو كيتفيزاو، مثلا باغي تضرب واحد أمريكان الآخر فرنسا الآخر اسبانيون، كل صاروخ كيمشي في وقت وجيز كيهبط لديك الدولة اللي باغي تهبطو عليها. أقسم بالله صاروخ يوم القيامة سيرو كتبوا في يوتيوب راه يطلع لك 10 سنين اللي طلب من روسيا وهي كتبريباري فهاد الصاروخ. دابا انت حيت كتضحك معاهم بزاف راه كيصحابوك دابا كتضحك، خليهم انا راه البارابور راه ما كنحيدوش، راه ما كاين الجزيره، عيطت ليهم البارح الجزيره صوميت ليهم بدي داوي معاهم، بنادم مفخوار روس هادشي هو داوي والله انا صوميت ليهم صوميت بدي داوي معاهم كي معاكم الياس بالمغرب وما ضحكش من والو منيتي بدي داوي معاهم منيتي بل مشكور الاخ الياس وكذا صافي وهبط شحال معلم. ولكن شوف النقطه ديال اليوم سمعها الياس تا والله ما عاقل انا راه كتفوت 30 ثانيه كنساج قلت لا النقطه ديال اليوم هي مارتي فيها الكونسيرت بالزوله. والله كان مجوز الصح عارف انا هذيك اللعبه ديال الكونسيرت ما كنتش عارف انت جديك النار واحد هاد وجه الكلب جانا حدا الدار بغيت نهبط ليه والله الا هي اللي حبساتو اقسم بالله. قلت لك ضربت واحد السروال القندريسي قلت لك ديال الحياه واحد القاميجه كنت غنهبط نجاهد فمو والله الا كنت غنهبط نجاهد فمو طاحت لي على رجلي اصلا بديت تبكي يعني على وجهها على وجهها اخويا الياس على وجهها الله يدير الخير وصافي يعني الخير. اخويا اش اخبارك اش كاين شي جديد؟ صراحه اخويا كاين جديد، المهم شوف اكسكلوزيف هاد الشهر الصاد كاين شي لعيبه جديده هاي كتسمع عند ايليس. انا قلت الدراري كاين الموسيقى الدراري صافي بنادم باغي يتمزك يمشي، حنا راه ما باغينا نضارب ولا والو، حنا باغينا نتمزك وما بقينا باغيين والو. انت فهمتي يعني الدراري ما كاينش اللي قلتي ليا شي حاجه. شكون هو هذا؟ عبد الغفور قال لي يمشي قال لي الصبر غادي يمشي ناس جو بونس حيت مسافر في الصباح وكاين في طنجة خصو يهبط لكازا قال لي غنمشي بحال هادي صافي مشي على قال لي اللي كان دار لايف ونطلع معاه عرفتي انت عبد الغفور؟ ما عرفتو اصلا كان دار فيتشرينغ و ايلي اي وقبل منه كان خرج واحد التراك زوين. لا ما غادي ديك الدري لا انا الدري ديال الموسيقى لا ناضي صافي الدراري. انا بعدا واحد المعلومه اخويا الياس راه ما كنطلعش كاع لايف فهمتي، الياس عزيز عليا الدراري وعشيري فهمتي بالرجوله فهمتي الياس
ما بقاتش ديك اللعيبه ديال كنشوفو في انترنيت كيشوفني في موسيقى ولينا 20 خوت كنهضرو ديما هادشي اللي كاين، هادشي عزيز اللي كاين، عليا راه فهمتي، كنعتبر راسي بحال كنهضر في ابل فيديو دابا قسما بالله خوت، على باش تكون عارف هادشي اللي كاين فهمتي، هادشي اللي كاين. احنا راه ماشي دراري صغار فهمتي، شو هذا الدراري هو فهمت. راه بنادم راه كندوي معاك. طلع الزوبير، شكون الزوبير اخويا مراد؟ لا انا تبروك عليا بعد هاد البلان. لا لا راه ما عرفتش تبروك عليا بعد. اه زوزو هذاك الدري يضرب في السقف واحد الضربة مقعودة صاحبي، باظ لي يا اسطى. هذاك اللي كيشرب اللي كيكون في اللايف وكيشرب انا يا اخويا حتى انا مات اخويا، راه الويسكي على الجوع، راه حتى انا مصيبة اصلا. هذاك اللي كيبقى يبكي على الأطلس ولا العباد، كيف يعني الاطلس؟ ديك النهار ديك النهار ما بغيتش نطلع لايف بدي سكران، ما بغيتش ندخل في دوك الأفلام، بدا كيقول لك اه شو على سمية مونس، عقلتي قلت شوف جبد تاني راسك تلك ديك انا الأفلام. من نهار بوس وحي لي ابوني وتيلف اش كيسرى، كان داير لي ابوني وحي لي داخت بيه داخت بيه كي خربق. واش فريمون خويا الياس بصح زعما بلا ما مكيك على هادشي ديال حيد لي ابوني حيد لي ابوني، عرفت هاد النيفو خويا اللي واصلين ليه؟ ما فهمتش. او ابني ادم شوف شي، انا راه لجا شي واحد، لجا شي واحد بغا هاد الكونت نعطيه لي ترى هاد الشي راه والو. ليش بليش نبلوكي دابا كونيكسيون مزيان؟ مزيان مزيان كيصوني ولي شي براش في الواتساب. هو جوز ما خويا واحد تفرج واحد النمرة واحد النمرة مات كيفاش تسربت ليا اخويا، ما فهمني حتى حاجة، ما فهمتش. تسربت ليا نمرتي اخويا، كي ولاو كيصوني عليا اخويا، ما يتفهم والو. عشي صوت هادي الياسي اللي مدور النمرة. لا لا فاك ما الدريات انا اخويا، فاك ما الدريات انا فهمتيني والو. قلت لك الدريات ما كنعمرش معاهم السوق. فين اول مات؟ فين اول مات؟ مات. لكن شي اخويا كتب لي كومونتير راه عندي مشكل، ف عندي مشكل ما كنطلعش من اللعيبه ديال الطلوع، عندي مشكل فيها تبلوكات. لكن شي مات كتب لي كومونتير دير لي درابو ديال الصين. الصين قوة عظمى اخويا المنصر، هو على الصين. لا لا انا كيسطاني هذاك الرئيس ديال كوريا الشماليه ما يمكن صح. لا ولكن طاح لي من عيني اخويا، مو طاح لي من عيني. علاش اخويا؟ انت هذاك تحت الامرأة ديال الصين، هذاك كتحكم فيه الصين فهمتي، كيم جونغ، ما زعما مستقل. هذاك تحت الامرأة ديال الصين ولكن اللي كتقول لي الصين كيديرها، كيطبق عليهم في ديك كوريا الشمالية. واخا ولا يمي. دابا مني انت كتكون مثلا تحت الامرأة، مثلا دابا كاين شي رواطة مثلا تيكونوا تحت الامرأة، تيكونوا تحت الامرأة ديال شي رواطة فهمتي، داكشي ديال التيم وراك عارف، ديما داك تيكون طايح لك من عينك فهمتي. حيت زعما مستقل، خاصو يستقل، هذا شي يولي يعجبك. هو ما مستقلش، مابقاش كيعجبني، كان كيعجبني بوتين واعر. بوتين انا كيعجبني دابا، بوتين مقوي. بوتين ما يمكنش الصاد، كانوا جاو عنده داك، جا عنده رئيس الحكومة ديال الصين، ضربتي على دخل عليهم بكلب، كيدير يسيليهم في كلب، ضربتي على اللقطة. لا هذيك راه ماشي هذيك، واحد المستشارة ألمانية كان عارفة عندها فوبيا من الكلاب، ويدخل عليها كلب المؤتمر ويتخاف فهمتي، ويستهزئ فيها، بدا يستهزئ فيها. واحد النهار جا عنده أوباما، هو يعصر لي قهوة في صباط هو يعطيها لي، وكان مشى أوباما علاش دوزو داك البورتري بأنه راه يعصر لي. تبع بوتين هبيلة صاحبي، ترى كيموت على بلادو صاحبي. راه قبل ما يولي رئيس روسيا راه خدم جاسوس في ألمانيا، خدم في 10 سنين جاسوس في ألمانيا، خدم الاتحاد ديال البوسنة ديال الاتحاد السوفيتي، كان خدام. علاش كيعجبني انت؟ بوتين عنده مشكل مع اليهود ياك، انت عنده مشكل مع كل شيء صاحبي، راه دار في السقف صاحبي، والله حتى دار في السقف، دار مريض صاحبي. بوتين باغي يبقى بوحدو، راه قالك دابا بسبب مثلا الحرب العالمية الثانية كان هتلر باغي يكون رسام،
داك عارف هاد المعلومة، كان بغي يكون كان يوم يكون رسام و رسام هتلر الله يرحمه. صافي. ملي ما صدقش لي العيت هو ينوض الحرب، يعني دابا بوتين مالو تاو. بوتين الهدف ديالو هو يستولي على دوك جوج مناطق اللي كاينين في اوكرانيا، حيت اللي استولى عليهم غتولي روسيا بوحدها غادا تولي قد اوروبا، روسيا بوحدها غتولي قد اوروبا. فهمت، كوبا غي دي كييف وشي لعيبة أخرى ياك العاصمة وشي المغرب، المغرب هبيل، المغرب هبيل. البارح حنت المغرب البارح صيفطوا الدعم، صيفطوا الاوكرانيا هبل، المغرب هبيل هبيل. المغرب ما كديش عليه يعني. ولكن المغرب راه دار واحد الخطوة زوينة، راه كانوا داروا واحد التصويت دعم زعما شكون هما الدول اللي دا ممكن يحكموا. المغرب دار خطوة زوينة باللور، باللوراني رجع. المغرب اخويا راه كيدير خطوة ديال الفقرون غادي وباللور. لا زعما يخليها الله. زعما داروا التصويت، شكون اللي مع روسيا، شكون اللي مع اوكرانيا، شكون اللي باغي هادي، شكون زعما كاع الدول. المغرب ما معاه حد، فهمتي؟ قال لهم انا ما معاه حد، هذاك بوري عطاه يمكن. المغرب بغى ينعس. المغرب هبيل والله. حتى البارح خرجت بالضحك، خرجت في البارابول في الجزيرة قال لك المغرب صيف الدعم أوكرانيا. انت شو على خرية ديال الضحك؟ تا واش انا واحد السيد جارنا مات بالجوع، بسيكو مات بالجوع اصلا، واحد مات بالجوع ودار بعد نفسه خايبة ما خدامش، قال لك لا ما عنديش نخدم، بقى تا مات بالجوع، مات بالجوع اصلا. وغتجي انت غدا تصيف لأوكرانيا، حشومة اصاحبي. ما مشي. المغرب انا كندوي على المغرب ماشي شي شخص معين، المغرب انا ندوي على المغرب. فهمتك فهمتك، هاتي داك ندوي على الفيديو حتى واحد، ديال ما الطلاب قصرت حتى كيطلبوا واحد انا. وداش طلبت هذا بعدا راكم كانوا كيطلبوا، هذا ما كيطلبوش، هذا راه كيمصوا من دمنا حنا وكيعطيو للناس خويا. كانوا كيطلبوا ماذا بينا، كانوا كيطلبوا. وقف 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 وقفني البارح في الصباح واحد غادي نجيب الكومير، فيقني الوالد عطاني كونتاكت ديال الطاس هي اللي سير جيب كوبير. فقلت خاسر يلا نعس شي ربع ساعة نعس نعس تسعود وتولوج. هو يفيقني مات 29، قال لي سير، قال لي سير جيب كوبير من الخبازة. تاتي تميت غادي، هو يوقفني واحد البوليسي قسما بالله العلي العظيم. تاتي الدنيا قلت لكم ما نعش، وعرفتي ضاربة في هذيك الشمس وما شعرتش وانا نقول الصباح الله صافي كنحيد. قلت لكم الصباح الله، قلت لي مالك كيفاش بغي بروسي؟ قلت لي قايد بين النور لبغاتي واحد الحيط حقت الصباح البارح في الصباح. واحد شي راه قلت لك كنت نقدر نضرب واحد يا صاحبي، الله علي عين بينا في الصباح تولي. قلت لي مالك اصاحبي؟ قلت لي صمت، قلت لي غادي 120 قايد لي 14 ريال والله الا خلصنا من جيبي اقسم بالله. ما قلت للوالد لو انا ما وقفتش اعطيته الكونتاك، اعطيته مع 14000 ليره واحد البروسي سير. قلت لي اسكت، قلت لي هاك 14000 سير قيدو. دراري جوزمان فين هو؟ رجل طلع الروق على صيفط لك فين هو فين جوزمان حنت راه مبلوكي ليا البلايصه ديال الطلوع صيفط. لكن شي لا لا كنت شي لا كنت شي كنت كتب في كومودا، كتب لي شي لعيبه، كتب لي شي لعيبه في كومودا دير لي درابو ديال الصين. بان بان انس، بان اخويا انا طاقيت وانا طاقيت ونشوفو والله الا فلوس لينا بيت، والله الا خلصوني فلوس لينا بيت شد على هذاك البلاد. هو هو كومونتا، هو كومونتا هاد الاخر غوزمار، غوزمار شو يدير واحد واحد المزيكا في ستوري ناضي خصو يسمع علينا في اللايف. ما سمعت سمعت وفين غوزمار؟ السلام عليكم. بخير انا خوتي هانين. ما عرفتك جاوب علينا موضوع شيق قادر تهضروا فيه شيق. ديما خويا ديما مواضيع شيق. فين بقيتو؟ قال لك العلماء، العلماء ديال ديال دوك اللي تيقراو الملامح ديال ديال البشر علماء امريكيين البارح خرجوا قالوا بان بوتين حالته النفسيه مدمره، قادر اقسم بالله الحاله النفسيه ديال بوتين دابا مدمره والله اخوتي. حتى شي اللي كيقول لكم بصح، حتى انا شفت شفته قرب بلا شفت هاد اللعيبه في الجزائر. قال لك خبراء نفسيين مدمره من اين ناحيه؟ حتى مدمر اخونا، باغي باغي اخونا باغي معول على البلبان، اخونا باغي بوك بوك شتا تطلق لها فهمتي، اخونا باغي يصيف الصاروخ ديال يوم القيامه باغي يطلقوا. والله ما نكذب عليك، عنده مرتو ثلاثه البنات صيفطهم لواحد الجزيره
فيها الماكلة فيها كل شيء، واحد الجزيرة جات في شمال روسيا صيفطهم لها، وتهو مني غير غير أمر باش داك الصار كل يوم القيامة يضربوه غيهبط تما لديك المدينة. قلت لك ما كايناش حتى تقتل، كايناش حتى تاولي هاد الصاروخ وصل لينا إليس، وصلنا تشارش ولا لا باغي يضرب الكونغرس، هو باغي يضرب حزب الناتو، كاين في بلجيكا غادي يضرب حزب الناتو هو الاول، ومن وراه غادي يضرب امريكا. في افريقيا ما بعيدها افريقيا، هب الافريقي، افريقيا ضاربها من وقت الوقت ضاربها، مش افريقيا راه مضروبين بان لك مضروبين اخويا، يضربوا اللي بغاو يضربوا يضربوا اخويا. المغرب راه جاو سولوها قالوا لي على ما نتصوش اوكرانيا وروسيا، كي تقول لي انا باغي نعس انا قلت خايفه خايفة، قالت لي من دهام بجوج، قالوا لا لا راه يمكنش تكون، قالت لي من دهام بجوج، صعب قطعوا لي. قلت لهم تعال تسجل الحرب ونقول لكم ما من انت اللي ربح جوكر المغرب مسالم، اه وي بيه لاهبي المغرب، وي بيه بيه ونيشان اخويا خصك تبقى الوسط. بغينا نعيشوا اخويا، ما باغي والو من الدنيا، بغينا نعيشوا فيها غد نوصلوا لابعد نقطة من الحياة، لا اله الا الله. مات ويطلع المات اصاحبي تماك اخويا المات طلع، راه شناه قلنا قبل لي مضرابو ديال ديال الصين اصلا، تفينا وجهات ديال الحرب اخويا الياس فينا. انا والله اخويا من قلت لك هاد البلاد والله ما نهز عليها حتى كراطة. وفين اخويا المات؟ واش خويا الياس؟ فين هانيا؟ خويا صافا بخير، واش اخبارك؟ والله الا بخير اخويا انا ومالك مونس. وي خويا الدري راه عشيري، الدري راه عشيري راه رابور ود اسفي يتوب مصرفين اخويا عشيري راه هو راه دار راه عنده فيشينينغ مع المورفين، راه ضاربو ضربو هو فيشينينغ كوراج اخويا. فين الدراري صافي بخير اخويا انيس؟ الله يحفظك يا خويا المونس، الله يحفظك ليا برو. شنو الموضوع اخويا انيس؟ الموضوع هو اخويا بوتين باغي يدير بوك بوك شي تطلق عليه الناطو اخويا ها الهورج دكت كلاس باغي يشتت اخويا، باغي يشتت اخويا بوم بوم شتت على انستغرام باغي يعفط اخويا على الاغ ايه انا مشات لي كونيكسيون الياس ولا شنو؟ اه يكون خلي التليفون غوزمان ما عرفتش اخويا شنو هادشي واش كونيكسيون ولا ما عرفتش. غوزمان اخويا الدري راه عشيري راه رابور رود اسفي. مرحبا اخويا عشيري راه مرحبا بالناس اسفي بيتو بيتو الدراري راه عنده واحد التراك راه غيخرجو قريب، راه الدري راه رابور مقود فهمتي، راه الصوت عنده ديال القرش. انا قلت لك راه عنده واحد التراك والله ما نكذب عليك، والله ما نكذب عليك الساعه طلع عشيري يا صاحبي راه قولي قولي سمعنا قولي سمعنا. أنا عارف في شيء مع المورفين صح، الديب ركبت يحلب يحلب أنا هذا أنا عنده في شيء مع المورفين هذا أخسر سمعوه مات مات شو وقت وأطلع شيء الشمس تصب جديد وعند الشمس بس طايحة. شوف شيء أكابيلا، شيء أكابيلا هيج هيج لي على بنا في الله يبغى خرج لي الصوت القرش أكابيلا بروس خويا ما كان تقش في السابع خويا صدق أبك لا في شي واحد ولا شي لا والله تم قود ها غوزمان غوزمان اه تخونا مقود اصلا عشان ديك النهار صاحبي كنا طالعين في تويتر انا نضحي براسي باش يتمزكوا الاخوان كلاشين يا خويا ديب ديب كلاشين يا ديب كلاشين يا دويب 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 المات الله يبارك الديب كلاشي الوقت كلاشيني انا كلاشيني لا لا عرفتي ديك النهار غوزمان في ذاك البيف قال تفكرت في خبارك تفكرت البارح قبيله في السطح من دخلتي ديك البويضة اللي قلتي لي الديب علاش قلتي لي دابا هو قال لك ما عرفت كيفاش انا زعما كنضرب زعما كنغبر وتتقول لي بلا غير تبي تاكل قالك الغبرة غريبين تسمع لها الياس ولا لا؟ اه دابا مزيان دابا مزيان خويا ماشي اكابيلا لاش على الضو قود شو تخونا مقودة صح قير شامب جوبه برويته وعلى الشيوة خوي وعلى الشيوة على الشك الطيح الجديد هو الحمد لله وزا هي قرعة لا مسفتنا القرعة والله يتما كينا القرعة وطابة خوي حط الصندوق يلا جيب الوريدة دي ضاوجة
كنت غادي نعمل دراري فلوري هذاك شنو سميتو فلو كيف طايني لا كنت شيري سميتو راه شيري في تويتر صاحبي راه كندوينو هو فلو ف قولها ما بغيتش نعرفك اش بغيتي تقول وما بغيتش نقولها بغيت كنت تنطقها شيري شيري نوي شكون كنت سمع كلمات شكون مات مات الدري راه رابو سالي فراسكم رابو سالي ما سمعناش لا باقي كيدير فوق بلان بلان يا شيري سباسبا واحد بلان تبدل الصوت جافك القوة دا ماشي بالصولو كوزمان دا فيبكي تقدر كتافها تقولي تيكي شالا هو في ميرا ميرا نومي كي بنت الواكل راه فيك الزعيم اشراكي هنا ما كاين حتى شي زعيم مرة مرة نقول انا ما باغيش فوقكم لا مغية باغاني لاعب الفودو مات قورو شارك نيبولا سمايا مرايا سول قريني ما عندناش الغابة كنغلطو كنعاودو اخشي في كرك كوبان الحسي تايتي قول امان ديما البيتانا بقمر في الحياة تنحوي في اللوجيك والهدر دي الحياة نرابي ونرابي لما دا نهاية قوت قوت وما إلا بقوتنا داينا شيري قوت ايوك اخوة بحبو ايوك اخوة بحبو ايوك اخوة بحبو انا صاحبي بجي تقلبني مبلغش يا صاحبي كاش يسحب لي اللعيبه ناضيه في جديده ساعه شاف اس في بنت لي لا ديالنا دا ديالنا غوزمان غوزمان انت الدري ديالنا صاحبي ياك واضح كباك لا واضح مرحبا مات مات ثاني ناس راه جبت الزروطه مشويط مشويط اخويا المقاود مونس شبالك اخي مونس لا لا ناضي ناضي واخا الصراحه انا ما كرهتش نسمعو فوق من البيت زعما يكون الانسترو غادي ويمشي مرحبا برو مرحبا دخل إنه يسرى وش يدراك ولا ضربوا البرد اسفي على الحر تلا را شوف ترى حف الصوت فوق البيت وشي وخرجت يا أخوي دوشي وخرجت لا أقول الله ما أنت الله هذك باشي باشي غالو زمان وزمان اول فيت ديالو مع المورفين تسمع 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 ما تسمعش مزيان تسمع مزيان مقاول شي حاجه لي ديفيرون فهمتي شي صوت لي ديفيرون كلاشاني لا راه امبروفيزو لا كنت شي غوزمان دخلت شي غوزمان فهمتي درت شي ديك اللعبه غوزمان في الاول هذا صاحبي هذا شرني زعما باش تزرب عليا مات خويا الياس خويا انت امتى اشتراك امتى اشتراك اخويا امتى اشتراك عندي برو واحد ترك ما واحد الصوت ولد مراكش وواحد بروديوسر جام اولي المهم هادي ترك برجا الدري اللي كان ضرب اللي كان ضرب الفيش مع نيسيو اي بلان الدري تا هو كاين تا هو سمعت لي واحد البلان بلان يطلع في بارس هذا هو البلان
كليب ناضي بلانات ناضين هاد راه شير في تويتر الدراري ديما صافي قدينا الكليب قلت لك برو بروديوسر جاب اولي وعماد صافي طاح في مارس بلان هذا بلان بلان مختوم داك الشيء راه كاين في لينك كاين في لينك بيناتكم فهمتي راه دراري نقيين جوج اخويا مبروك ازلي الدرابو ديال اسفي ديجا ديجا اللي في اخويا اللي في ضروري اسفي مصير اخويا وما بك ديما هاي توب توب غوزمان اخويا شي رابر ولد اسفي من غير شايفين زعما هو الدري لا زعما ما كاينش ما جاش موراهم شي حاجه كاين كاين اخويا كاين الدراري كاين الدراري هذاك الدري سات جيم سات جيم ولد اسفي كاين اخويا في اسفي المهم حتى انا ولد اسفي غادي نقدر نجاوبك على اللعيبه هذه وعلى سات جيم مبرو كاين كاين شي في المهم دراري انا نطلع فلوري انا نطلع فلوري كاين فلوري كاين سات جيم كاين كارا كاين الين كاين بزاف كاين بزاف الدراري طلع لنا فلوري يهضر لنا تلا صافي هو كنت كنضحك صاحبي تلا والله يا خويا باش سميتو فلوري صاحبي باش كنضحك انا ما كنعرفش نقطع صاحبي الياس الياس انا خويا جوكيت برو سير سير غندوز 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 التويتر راه ما غنعش اليوم اخويا راه مريض راه داريني كلاور غندوز نضحك مع الدراري تما سير على مولانا سير تحياتي خويا شوف شوف المورفول ماتش المورفول ماتش لا تفرفروا ولا شي حاجه لا تفرفروا ولا شي حاجه سير الله يحفظك ليه تري من هذا المنبر تحيه للناس ديال اسفي كاملين برو فين هو الدراري فين هو الدراري يا صاحبي إليه أخويا أخويا موس أنا بطا الدراري أنا بقى كمتفرج أصدقوا بقى معنا بقى معنا شو قادي أخويا لا مرة يطلع معنا صاحبي تبا الدراري ديالنا صاحبي الدراري قوز مرة شاد السنخ قوز مرة باشي عمدة باركي باركي صوتو باقي ليا فراسي بشاورة صوتو باقي تا الصوت تقيل الصادر كيتقبل الميكروفونات هنا قيل تبارك الله اخونا كيضرب في العام انا الصادر ماشي حيت انا دراري قولوا واش مشى 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 موس موس مشى عياق واش دايرين لايف من قبيل انتم دايرين لايف لا راه يلا طلع معايا كندير لايف انا حيت بغينا نوضوا هاد الحرب وي والله كازا جديدة تفرجت بهادشي ديال روسيا تحمستي وي تعرفتي قلت لك راه كنت بربق وكنت نتفرج في بوشي تأثرت بيه وانا نكتب ليه في سطوري ولا صحيح قلت ليه في سطوري كتبت ليه من نادي جديد وجدوا راسكم حربة تنوض ما بين كازا جديدة اسمح لي الو قال لك جسمي شي طرق ديالو هو قرش لا ترى شيرين مهدي صح شي دار اخويا فلوري فلوري كتب لي كومونتير الله يحفظك راه كومونتا فلوري اصبر كومونتا شيري في تويتر انا عندي صحاب ديال تويتر واري خويا نتوما الناس ديال تويتر مقودين ما شفنا كاينش شقاو تويتيو شوف شوف دير لي دير لي درابو ديال الصين الله يحفظك وطلع دير الله يحفظك وفين شاد داكوز مان فيه مراكش مراكش اخويا مراكش زوينه اخويا زوينه خصنا نجيو نضربو شي دوره في جديده اجي مرحبا بك راه غنصاوب السوديو
دبرتي في بيرة ولا مازال؟ لا السوري ديال التصاور ياك والله الخدم غادي يولي يتصاور بعد دخول المدرسة تراوج الوقت لا كارت لا كارت ماجي 28 درهم ساعة سير دور جي خود المدرسة اش خدم انت دير في السطح دير مصور وانت دير شي مكتبة انقات الامر انقات اه فلوري فلوري اكتب لينا صاحبي خير اكتب لينا دارني ظهر يا صاحبي اكتب لي كومونتير تاع يا صاحبي بلاش اه ما كتبش والو اخويا ما كتبش حنت مبلو اه حنت مبلوكي ليا هادشي اللي كنطلع منه مبلوكي لا جي لاتي شي واحد حل الباب ناري ناري شي واحد حل الباب القلعه ديال الطال تحت شي واحد وقال لي جاي داخل هذا بوتين بوتين درم عليك لا لا والله الباب الصين ديال تحت حل اقسم بالله لا تلفش يا داشي اليوم والله لا ما انا كنتسناو صح باش بلاش ندير واحد الحركة بلاش سير بوزمان اخويا غادي نعاود اللايف سير يا سمعتي بقى بقات ما بقى هكا يبقى تايا شوفوا الصوت مزيان لكان الصوت لكان الصوت مزيان كتبوا ليه رقم 5 الدراهم طلعناك اخويا جوز مارا طلعناك بدري والصوت مزيان حيت لي زيات
صافي دابا مزيان دابا مزيان. ايه يكون التليفون سخن. دابا مزيان صافي. دابا باقا خاصني حاجه واحده هي يطلع غوزمان واش ما كيبغيش يطلع عنده شي مشكله. هادي صافي القلاوي التليفون ما نلقاه با موت بلوكا صاحبي هاد العيشه هاد القلاوي. كاين شي مشكل ترى نطلع لايف ونمشي الناس حنا كنطلعو اخويا وقوس ما حنا كنطلعو فيها الله واش بلوكا الزام البوكا كملت كملت والحانوت قال التليفون تبلوكا والله حتى تبلوكا ديال التليفون اقسم بالله حتى تبلوكا ديال التليفون صاحبي المرض كيدير ربنا تفو كملوا شيئا